السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين توبي ده يبان كأنه هو بيمشي. فأول حاجة أعملها هقول له إن أنا عندي إيفنت إن علامة جو دي تبدأ تشتغل، يعني حد يدوس على العلامة ديت. طيب بعد كده هقول له إن أنا عايز الموضوع ده يكرر عدد معين من المرات، مثلا 10 مرات. طيب نروح بقى إيه اللوكس المنظر، ونقول له إحنا عايزين نيكست كوستيوم، يعني هو عنده كذا شكل فهو يبدأ يبدل بين الأشكال. طيب تعال نشوف كده. تمام. طيب الحركة سريعة، فأنا هبدأ إن أنا أبطئها شوية، أدخل على الكنترول وأقول له أصبر بين اللقطة واللقطة 0.1. تمام. طيب هو بيتحرك وثابت في مكانه كأنه هو بيلعب رياضة ولا حاجة، فأنا أقول له اتحرك 10 خطوات. تعال نجرب كده. تقدر بقى تتحكم في كل حاجة، يعني دي ممكن تخليها مثلا 20. ماشي. يبان كأنه هو بيتحرك اول ما تبدأ تدوس علامة جو. ممكن نقول له مثلا ايه، اول ما يبدأ ايا كان مكانه يروح للمكان دوت، يعني فرض ان هو هنا ودوس يبدأ هو من هنا ويبدأ يتحرك 20 خطوة. تقدر تزود الوقت او تقلل الوقت، تقدر تزود وتقلل عدد الحركات، يعني ممكن تخليها مثلا 33 وتقول له جرب. فيبدأ يتحرك بالشكل دوت. هقول له هنا فايل سيف وسيف الملف دوت عشان اشتغل بعد كده.